صباح الخير أصدقائي، تحياتي لكل المشتركين معنا بقناة مزارع الأبقار الحديثي. صباح الخير لكل متابعين وكل الأصدقاء اللي عم ينشروا الفيديوهات تبعني ومتابعينا بهذه القناة. أصدقائي، بهذا الفيديو راح فرجيكم نحن شو الطريقة اللي بنستعملها لنطعم العجول. طبعا نحن بنستعمل الحليب البديل، شرحت هذا الشيء بكثير بفيديوهات سابقة، وبهذا الفيديو حبيت فرجيكم بس كيف الطريقة. طبعا نسبة لأنه عندنا كمية كبيرة من العجول، نحن بنطعمي بالدلو أو السطل، خلينا نسميه الوعاء. كيف شايفين هذا الوعاء عبارة عن 5 لتر. طبعا نحن منطعميش 5 لتر مرة واحدة، نحن منطعمي العجول اللي عمره فوق الشهر 3 لتر، والعجول اللي عمره أقل من شهر حسب عمر العجل بيتعلق من 1.5 لتر ل3 لتر. طبعا نحن بنقوم بإطعام العجول وجبتين باليوم، اللي هي صباحا اللي هي مثل إسا الساعة 7 أو الساعة 8، ومساء اللي هي عبارة عن الساعة 3 أو الساعة 2. هذه أفضل توقيت لإطعام العجول. كيف شايفين العجول كلها منطعميها بأوعية مش بقنيني، لأنه صعب علينا نطعمي كل هالكمية هذه بقنيني. فنحن العجل لما يصير عمره يومين بنعلمه كيف يتعود على السطل أو على الدلو. فكل العجول أمامنا هون هي متعودة تاكل من الدلو، وهذا أكبر مثال أمامكم. أنا حكيت بكثير فيديوهات عن طريقة عمل الحليب أو كيف منجهز الحليب أو المحلول البديل، البودرة طبعا. نحن منطعمي تقريبا 500 لتر باليوم. الوجبة الأولى هي عبارة عن 200 لتر، والوجبة الثانية عبارة عن 300 لتر. طبعا الوجبة الأولى هي للعجول الصغيرة اللي عمرها أقل من شهر، اللي هي بنستعمل كمية 150 جرام للتر الواحد، بينما العجول الكبيرة نحن بنزيد الكمية ومنطعميها مرة واحدة فقط 180 جرام أو 170 جرام للتر الواحد. طبعا ليش منطعميها مرة واحدة؟ فنحن بدنا العجول اللي عمره فوق الشهر تبلش تاكل الأعلاف. فكيف شايفين أمامنا بكل عجل عنده دلو فيه علف حبوب، كيف شايفين أمامنا. فنحن بدنا العجل كمان يتعود ياكل الأعلاف، فمشين هيك على سن الشهر نحن العجل بنعطيه مرة واحدة فقط حليب مش مرتين، بينما العجول اللي عمره تحت الشهر هي بنعطيها وجبتين باليوم. وطبعا العلف لازم يكون من اليوم الثالث عند العجل موجود، مشان العجل يبلش ياكل او يتعود عليه شوي شوي، ويتعود على معدته، يتعود على هذا الانواع من العلف. فكيف شايفين امامنا الطريقه هي، نحن عندنا خلينا نسميه خزين او طبعا مش ملاقي كلمة بديلة للخزين، طبعا كل شخص يقول لي شو بسموه عندهم. هذا عبارة عن تقريبا 350 لتر يوسع، طبعا بالإضافة إلى في جوات هذا الخزين موجود مطور أو جهاز اللي بيقوم بخفق الحليب، خفاق خلينا نسميه. نحن بنستعمل المي الساخنة، المياه الساخنة، بنحط مياه ساخنة بدرجة حرارة 37، وبنحط كميات الحليب المحلول حسب اللترات. طبعا 150 جرام للتر واحد للعجول اللي عمره تحت الشهر من وقت ما تنولد ليصير عمره شهر، و 170 جرام أو 180 جرام للعجول اللي عمره فوق الشهر. العجول اللي عمره أقل من شهر نحن منطعميها مرتين باليوم على 150 جرام للتر الواحد، بينما العجول اللي عمره فوق الشهر منطعميها مرة واحدة 3 لتر باليوم فقط صباحا. بالنسبة للفطام، كيف قلت لكم في طريقتين للفطام، في مزارعين بيحبوا يفطموا على 45 يوم ل 50 يوم، في مزارعين بيحبوا يفطموا من 55 يوم ل 60 يوم. طريقة الفطام هي عبارة عن 5 أيام، بالخمس أيام هذه لازم تقطع عن الحليب عن العجول المفطومي تدريجيا، ممنوع قطع مرة واحدة، هذا الشيء بيأثر على العجل، فلازم نقطعه
تدريجيا. كيف يعني تدريجيا؟ يعني كل يوم ننقص نص لتر، يعني هالأجل بيكو 3 لتر، نحن كل يوم ننقص نص لتر لنوصل للصفر. فكل العجول هي اللي أمامنا هي عبارة عن عجول فطام. فالعجول هذه طبعا كلها فطام، كيف شايفين أمامنا هي العجول بعد ما طبقتش 60 يوم ما شاء الله كلها عجول أحجام كثير ممتازة، صحتها بنيتها كثير قوية، مع أنه الجو بارد والشتاء، وأنا حذرت كثير من الفترة اللي نحن فيها اللي هي الانتقال من الشتاء للربيع، اللي هي أخطر مرحلة اللي بتكثر فيها البكتيريا الحشرات الأمور هي. العجل إذا بيتلبى بطريقة صحيحة وبتنبنى جهاز المناعة عنده بطريقة مزبوطة بيظل قوي، ما بتأثرش كثير بهذه الأمور. فهذه العجول تلبت مرتين، وفي من تلبت 3 مرات. تلبت مقصود ان اكلت اللبا، رضعنيها اللبا او السرسوب اللي هي الحلب الاولى من البقرة. طبعا بكفي مرتين او 3، فيش حاجة اكثر من هيك، بكفي العجل يتلبى مرتين او 3 مرات. بنستمر معه 3 ايام بنشربه من حليب الام. اليوم الرابع بننقله للحليب البودرة او المحلول الحليب. كيف قلت العلف دائما لازم يكون امام العجل، المياه لازم تكون نظيفة دائما، وحكيت انه قسم كبير من الامراض 60 او 70% من الامراض هي بتجي من الاكل والشرب اللي موجودين امام العجل. فكثير مهم انه يكون المياه والعلف كثير نظيف. العلف كل يومين لازم يتغير، ينحط علف جديد للعجل. هذه العجول طبعا مفطومة، وان شاء الله بعد يومين راح انقلها للحظيرة. طبعا هذه العجول اللي امامنا اسا نحن اليوم بلشنا فطام، كيف حكيت نزلنا كل يوم ننزل نص لتر، يعني هذا العجل اليوم اكل لترين ونص من اصل 3، بكره راح ياكل لترين، اللي بعده راح ياكل لتر ونص، اللي بعده لتر، نوصل لنص لتر بعدين بنقطعه عن الحليب. طبعا في عندي فيديوهات تشرح كيف بتم عملية تجهيز الحليب مع جدول إطعام العجول، راح أحطه تحت بالتعليقات. طبعا العجل بعد ما نفطمه وننقله على الحظيرة فورا لازم باش نحط أمامه البرسيم والعلف المركز. هيك أصدقائي نحن وصلنا لختام الفيديو. طبعا هي العجول أمامنا هي مفطومة، هيك أصدقائي بنكون وصلنا لختم الفيديو. تحياتي لكم وشكر خاص لكل المتابعين، على أمل نلتقي مع فيديو جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.